مساكم الله بالخير ويا هلا ومرحبا فيكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامج ماسلز ريبيلدينج، وحلقه اليوم راح نتكلم فيها عن كل ما هو جديد في عالم رياضه كمال الاجسام، كل الاخطاء الشائعه اللي قاعد تحصل والاستفاده منها وتحويلها الى التمرين الصحيح في هذا المجال. كل هذا واكثر راح تتعرفون عليه من خلال سياق حلقه اليوم مع الكابتن زين العابدين. تفضل كابتن، الكلمه لك. حياكم الله أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة تمرين جديد. حلقتنا هذا اليوم راح نتكلم فيها عن عضلة المعدة وتمارين المعدة. مثل ما احنا عارفين عضلة المعدة تنقسم إلى قسمين، لكن البعض يجهل هذه المعلومة حسبالا أنها هي تنقسم إلى 6 عضلات أو ممكن في بعض الأشخاص عندهم 8 أجزاء. العضلة هي تنقسم إلى قسمين، اليمين واليسار، ولكن الشكل هو اللي يحدد الجينات سواء 6 او 4 او حتى 8. عضله المعده تحتاج تكرارات عاليه، ما تحتاج اوزان عاليه، تحتاج اوزان قليله او ممكن ساعات واحد يتمرن تمارين حره. عضله المعده عضلات صغيره تحتاج ممكن احنا نمرنها يوميا بشكل يومي. استشفاء عندها يصير استشفاء سريع لان عضله صغيره ما تحتاج وقت طويل عشان تتم عمليه الاستشفاء. ممكن نلعبها كل يوم، ممكن نلعبها يوم وترك اذا بنطورها او بنزيد من حجمها. شو الفرق بين الاوزان والتمارين من غير اوزان؟ اذا كنت انت شخص مبتدئ ما راح تحتاج اوزان، اذا كنت انت شخص متقدم وتبي البروز العضلي بالعضلات المعده بهالحاله انت ممكن تلعب اوزان من مرة إلى مرتين بالأسبوع، هدف أنك تبني العضلة وتبرزها بشكل أكبر. في معلومة خاطئة دارجة عند وايد ناس، ألا وهي المعلومة أن أنت تلعب تمارين المعدة بهدف أنك تخسر دهون في منطقة البطن، والمعلومة هذه خاطئة. مجرد ما أنت قاعد تلعب تمرين المعدة أنت ما قاعد تحرك، ما قاعد تحرق العضلة الدهون بالمنطقة هذه، قاعد تحرق دهون بالجسم كله. لأن سواء انا قاعد اتمرن معده او باي ما قاعد احرق الدهون بالعضله نفسها. حرق الدهون عمليه معقده ما تتم هذه الطريقه مثل ما احنا معتقدين. فموضوع ان انا ادش تمارين المعده كل يوم بهدف اني احرق الدهون واوخر الكرشه مثل ما الناس معتقده، هذا معلومه خاطئه. اتمنى ان الكل يعني استفيد من المعلومة هذه وحاول أنه يركز على الأكل أكثر من التمارين، لأن بالنهاية خسارة الدهون تعتمد على الأكل مو بس التمارين. عندنا الجهاز المعدة، طبعاً الجهاز هذا نقدر نلعب فيه أكثر من زاوية، نقدر نلعب فيه معدة، نقدر نلعب فيه خواصر. نشوف مع بعض تمرين. بهالطريقة أنا راح أشغل الجزء عضلات المعدة كاملة، الجزء السفلي والعلوي، لأن راح أحرك طيلي وراح أحرك الجزء العلوي بهالطريقة. طبعا أراعي التكنيك وراعي النفس حتى إني ما ألعب سريع. كذي انا شغلت الجزء العلوي والسفلي، او خلينا نقول الجزء كامل، لان مجرد ما انا احرك ريلي راح اشغل الجزء السفلي، مجرد ما انا احرك الجزء العلوي من جسمي راح احرك الجزء العلوي بالمعده. فهالتمرين هذا اللي يميزه ان انا راح اشغل المعده بشكل كامل. في طبعا طريقه ثانيه ممكن اشغل فيها الخصر، او مثل ما احنا نسميه الخصر والريش، العضلات تصير بين الاضلع.
طبعا اقدر العبها بالطريقه. ممكن ألعب 10 تكرارات أو أكثر، بعدها أبدل الجزء أو الجهة الثانية وألعب نفس الطريقة. بهالطريقة أنا شقلت المعدة وشقلت الخواصر والريش. التمرين هذا أو الجهاز هذا وايد مفيد، شقل لي تقريبا الكور بشكل كامل. طبعا أقدر ألعب سوبر، أقدر ألعب معدة في البداية، ألعب مثلا 10 تكرارات معدة، بعدين أحول بحيث إني ألعب سوبر، أخلص ألعب جهة ثانية بدون راحة. طبعاً مثل ما ذكرنا، إذا كنت مبتدئ ما داعي تحط وزن، إذا كنت متقدم ممكن تحط وزن. خلونا نلعب جولة بعدها مع وزن. طبعا نحط وزن معقول ما يكون ثقيل، لان مثل ما احنا ذكرنا عضلة المعدة عضلة صغيرة ما تحتاج اوزان، تحتاج تكرارات اكبر. خلص انتقل بعده. اخلص الجهة الثانية. كذي انا شقلت عضلة المعدة والخصر والريش بشكل كامل. انصح التمرين هذا حق المتقدمين تلعبه سوبر من 3 جولات لـ4 جولات. اذا كنت متقدم انصحك تلعب كل تمرين بروحه بحيث انك تريح بين الجولات. اتمنى انكم استفدتوا من هذه الحلقه، واتمنى ان التمرين كان مفيد. يعطيكم العافيه. بكذي نكون وصلنا وياكم لنهاية وختام حلقة اليوم، إن شاء الله تكونون استفدتوا من هذه التمارين، على أمل إن شاء الله اللقاء بكم مجددا في يوم غد نفس الوقت، كونوا في الموعد، إلى اللقاء.